ورجعنا لكم تاني في حلقة الدايت مع ضيوفنا دكتور مينا جمال أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة والتخسيس وأستاذة رنا. تمام. رنا ست مش ست بيت بس ست عاملة كمان، وهتقول لنا بعد ما الدكتور مينا يشرح لنا شوية تمارين إيه الصعوبات اللي كانت بتواجهها في شغلها واللي السمنة أو عدم وجود السمنة محاها وخلى حياتها أحسن وأحسن، مش كده ولا إيه يا رنا؟ أكيد. تمام. دكتور مينا اتكلمنا النهاردة عن شوية تمارين حضرتك قلت لي إن هي مفيدة لل أو يعني للعضلات الرقبة والظهر والكلام، صح؟ تمام. ولا أنا مش كلامي مش مظبوط؟ تمام. طيب. تمام. قبل ده في سؤالين مهمين قوي. تمام. عايزين نسألهم لحضرتك. اتفضل. أول سؤال هو مش السؤال بتاعنا والسؤال بتاع مين؟ مين كانت سألتني أو سألت الدكتور قبل الفاصل قالت له الناس اللي بتاكل مرة واحدة في اليوم، صح يا مين؟ تمام. إزاي بتدخل؟ ليه بتدخل؟ يعني أنا باكل مرة واحدة في اليوم. اصل في ناس بتفضل طول اليوم تشتغل وتفتكر الاكل دي بقى بعد ما نروح. انا نفسي شخصيا ما اعرفهاش، يعني ايه اكل ساندوتش قد كده وابقى بفضل برضه بدخل؟ طب انا باكل قليل اللي هو مش بالكامل. الفكره كلها في حاجه اسمها معدل تمثيل الجلوكوز داخل جسم الانسان. وهنا دي احد الاعجيب اللي دايما يجي المريض وهو متعجب، يا دكتور ده انا ما بكترش في ده، انا وجبه واحده في اليوم يا دكتور وبدخل، يعني حتى مش بثبت يعني ما بخسش، ده وجبه وقد كده وبدخل. لو انت درست كميه الاكل اللي انت بتاكلها في اليوم كله وبدل ما توزعها على وجبه او اتنين ووزعتها على خمس وجبات تجد نفسك بتخس. ليه؟ لان انت نشطت معدل التمثيل الغذائي وتمثيل الجلوكوز خاصه داخل الجسم على مدار اليوم. على مدار اليوم. وعلى فكره اكتر فعلا الناس اللي بتشتكي من بدانها هي اساسا اللي ما بتاخدش وجبه الافطار. يعني اللي ياخد فطاره مش بس ده صحيا، لا يخس. طب هل بتفرق يا دكتور ان انا يعني لو ساي مثلا انا بشتغل رجل امن، تمام، وعندي شيفت بالليل من 8 بالليل ل 8 الصبح، تمام، فافطاري على غدايا كله متشقلب، هل بتفرق ان انا ابتدي يعني هل الموضوع في عدد الوجبات ولا كمان في وقت الوجبات بيفرق؟ في وقت الوجبات، يعني احنا وجدنا ان في اوقات الجسم بيبقى فيها معدل التمثيل والاحتراق فيه زايد، وعشان كده بنقول فطارك ما يأخرش عن الساعة 10، غداك ما يأخرش عن الساعة 4، عشاك ما يأخرش عن الساعة 10. ليه؟ دي أكتر الأوقات داخل اليوم اللي الجسم فيها بيحرق الوجبة. طب يا دكتور افرض مثلا حضرتك إن أنا قعدت طول اليوم مثلا كوجبة كام واحدة بس هاخدها واخدتها عبارة عن سلطة، هل تمام برضو نفس النتيجة إن احنا برضك هندخل ولا هيكون المعدل أقل مثلا؟ لا، هي صعب ان السلطه طبعا تتخن، ولكن ممكن يحدث ثبات نتيجه المناعه البيولوجيه داخل الجسم. هي دي النقطه اللي انا دايما اقولها، الجسم الانسان ذكي لازم تخدعه اول باول، تمام، زي الرجيم كده، ما ينفع ممكن يبقى اتنين يدخلوا في وقت واحد، ودي ده دايت وده دايت مختلف عنه خالص، الدايت كبصمه الدم بالظبط، تمام، زائد ان هو مختلف عن الشخص نفسه كل اسبوع لازم يتغير عشان ما تخشش في موضوع المناعه البيولوجيه. كلتي النهارده سلطه ممكن تخسي وتوقفي على الميزان تلاقي نفسك خس، بعدها بكم يوم ما تخسيش، وبيقول لك خلاص الجسم فهمها، ما توزنش نفسك كل يوم. طب يا دكتور دلوقتي ايه الوقت المناسب ان احنا ممكن نوزن فيه مع رجيم؟ تمام. ادق وقت دايما بيبقى الصبح بدري بعد دخول الحمام، تمام، نكون تخلصنا من اي انضغاط موجود في المثانه او انضغاط موجود في الامعاء نتيجه احتباس الفضلات. انا بس عايز اقول حاجه يا دكتور للناس اللي بتتفرج علينا، ان الناس فاكره ان الموضوع سهل. تمام. يعني الناس فاكره ان الموضوع زي ما حضرتك قلت في الفاصل اللي فات، الموضوع مش بس تظبيط اكل، الموضوع كمان تظبيط حركه. مظبوط. ويعني الناس انتوا هتشوفوا كم المجهود، لما تشوفوا الصور بتاعه رنا هتشوفوا كم المجهود اللي فعلا لازم الواحد يحييكي عليه يا رنا، يعني مع طبعا لازم ارشاد الطبيب. فالدكتور مينا هيورينا دلوقتي شوية تمارين بتساعد على التخسيس أو تساعد على الشد أو تساعد على حسب بقى أنت أنه مرحلة فيها أنت في الدايت بتاعك أو الدايت بتاعك. تفضل دكتور. أنا دايما بنصح مدام أنا هدفي التخسيس، في نوعين من عندنا من التمارين، وهي حاجة اسمها التمارين الهوائية أو الايروبيك اكسرسايز والتمارين اللاهوائي. الانيروبيك اكسرسايز اللي هي اللاهوائية هدفي أن أنا أبني بيها عضلات، دي ممكن أجلها. انا هدفي دايما عشان احرق دهون يبقى هوجه انظاري ناحيه التمارين الهوائيه اللي هي مثلا المشي من 30 ل 45 دقيقه يوميا، كارديو، حاجات بتاعه الكارديو، كارديو. تمام. بالظبط، اللي هي مناسبه اكتر للفتنس. المشي ايروبيك، السباحه ايروبيك،
الايروبكس نفسها، بحيث ان لو كل مثلا راجل او ست شغل على اليوتيوب مثلا فيديو ايروبكس وبدا يقلد الحركات الراقصه مع بتاعه الايروبكس هيفقد وزن. ده رقم واحد. طيب لو المريض نفسه من جواه عاوز يزود حاجه مخصصه لمنطقه ذي البطن مضايقاه، في كرش، طب انا اعمل ايه؟ ماشي اوكي، انا هقول له اعمل تمرين البطن، ولكن بقى في نقطه اتغير العلم عندها، ان انت لما تيجي تعمل تمرين البطن اللي هو الصوره اللاهوائيه اعمله، ده رقم واحد، ثم اتمشى رقم اتنين او اجري رقم اتنين، ده يساعد على حرق الدهون اكتر في منطقه البطن، وكاني انا لعبت تمرين البطن فديت تنبيه لجسمي ان المنطقه ديت هي المركز عليها، ولما خشيت في منطقه الايروبيك او التمرين الايروبيك اللي هو المشي او جري او سباحه او ايروبكس وهكذا حرقت الدهون في هذه المنطقه. في ملاحظه يا دكتور، انا اسف دون اتكلم حضرتك، على تمارين البطن. تمام. بيقول لك تمارين البطن ما بتتعملش اي وقت في اليوم، لازم تبقى على معده فاضيه، الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ على معده فاضيه. في مرحله وزنيه معينه او مرحله وزن معينه لازم لو انت عايز تشكل بيقول لك تعملها ومعدتك فاضيه او انت مش مليان. هو تمرين البطن بالذات ما ننصحش بيه فعلا ان المعده تبقى مليانه خالص. اوكي. لان انت بتعمل استيميليشن او تهييج شويه لمنطقه الامعاء او البطن وهي لسه واكله، فده ممكن يجي لك طبعا شعور بالارتجاع بقى او ترجيع او الى اخره يعني. لكن اهم حاجه دايما بنصحها او دايما بنلاقيها مع المرضى، انا عملت تمرين البطن يا دكتور وحسيت بالم عندي كده تحت من الفقرات القطنيه. هو عمله وممكن يكون عمله بشكل صح، بس لان عضلاته ضعيفه ما امتصتش الوزن، وعشان كده بنصح بحاجه اسمها البول ابدومينال اكسرسايز اللي هو عندي على الصوره دي، ان انا اعمل تمرين البطن على الميديكال بول او على الكره الطبيه. يدي سبورت او يدي سبورت وتقريبا بيضيع الانضغاط او الضغط او البريشر اللي حاصل على العمود الفقري، فبيبقى المريض مرتاح جدا. طبعا ديت صوره التفاحه والكمثرى اللي احنا اتكلمنا عليها، ديت دي كمثرى امراه اهي كمثرى يعني السمنه متركزه فعلا تحت. الرجل تفاحه متركزه بطن وصدر، في حين ان الساقين او الرجلين اقل شويه. صح. دي بعض صور التمارين الخاطئه اللي بعض ناس بتمارسها. يعني التمرين ده مثلا اسمه لانجس وهدفه تقويه عضله الفخذين مع الاليتين. هو هنا عامل في الصوره الخاطئه انحناء للعمود الفقري، وده غلط لانه بيضر الفقرات القطنيه، في حين الصوره الصح هو فارد ظهره ستريت جدا وعامل التمرين نفسه، يبقى كل الحمل واقع على عضله الفخذ ودي عضله بتستحمل، ما عملهاش على عضله الفقرات القطنيه. ده تمرين البطن يا دكتور، اللانجز دي للبطن، اللانجز دي لعضله الفخذ اللي هي العضله الرباعيه والاليتين. تمام. ده تمرين البطن اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، بالاضافه ان احنا قلنا هنعمله بالبول ميديكال بول. هنا في نقطه وضع ايده نفسه في الوضع الخاطئ، هو عامل بريشر فوق الوضع الخاطئ بالظبط، هو عامل بريشر على فقرات العنق. أيوة. وبالتالي ضغط عليها بشكل ممكن يؤذي او يعمل سترين لفقرات العنق. هنا فاتح ايده وحاططها عند ورا الماستويد بروس ورا الودن. تمام. وبالتالي مفيش ضغط على الفقرات العنقيه. يعني هي الفكره، مش يعني الناس بتفتكر ان انت وانت بتعمل تمرين البطن انت بتدي سبورت لرقبتك وانت بتطلع لو انت مشبك ايدك، في حين ان انت بتعمل سترين على الفقرات، بتعمل سترين وبتعمل ضغط على الفقرات. هي الفكره ان انت ايدك تبقى فوق علشان بالظبط يعني ما وانت بتطلع كوركني في النظر حاسس نفسك بيبقى العضله هي اللي العضله دي بالذات هي اللي بتعمل المجهود وانت طالع. بالظبط، لان انت ممكن تستغل بعض المجهود من حاجه اسمها النيك فليكسرز اللي هم العضلات المسؤوله عن تنمي الرقبه اللي موجوده هنا. لا، وفي ساعات حتى انا طبعا يعني اعتقد ان في ناس كتير هتشاركني الاحساس ده، انا كتير قوي زمان لما ابتديت اعمل تمارين بطن كنت وانا طالع احس ان جالي كرامب هنا. تمام. في الحته دي بالذات اقول ايه ده، ايه الكرامب اللي جالي ده، تبقى من حركه غلط او من عدم اللي نقول التسخين او الورم اب قبل التمرين، زودت شويه تنشن حصل في العضله فبدا تتقلص. تمام. وهو ده. طب دكتور عايزين نركز شويه بقى دلوقتي على رنا. تمام. ورحلتك مع رنا ورحله رنا معاك. رنا يعني عايز اسالك كده كام سؤال. اولا انت بتشتغلي مديره خدمات في شركه او في منشاه عقاريه. تمام. شغلك بيتطلب منك ان انت تلفي كتير وبتعملي ريبورتس وبتاخدي قرايات و و الى اخره. تمام. كنت احساسك ايه وانت ماشي؟ اتحركي ازاي بالذات في الصيف؟ لا، احساس طبعا مهما وصفته لك مش عارف اوصفه، ان انت سلالم معايا، الدنيا كلها بتمشي معايا. لا، السلالم، الحركه،
هي كنت بخلص طبعا يعني. وصلتي لانه اولا انت كان بقالك كتير عندك مشكله السمنه مش كده؟ يعني هو طول عمري كنت مليانه بس مش الطريقه دي، جيت في 3 سنين كده فجاه وجيتي بقى في وقت معين، ايه اللي خلاكي تقولي لا انا لازم دلوقتي ستوب، لازم اروح I need medical help او محتاجه مساعده علاجيه ولازم اروح لدكتور عشان لازم اوضح حد، ايه اللي خلاكي في يوم تسمي لا النهارده انتهى الموضوع؟ قرار. عندك حاجات كتيره قوي، منها اولا زمايلي طبعا وكل المحيطين بيا، لو انت عايشه كده ازاي انت يعني، دي اول حاجه. تاني حاجه السن، خايفه ان انا اكبر، اسمع ان كل ما تكبر كل ما هيبقى الخصصان اصعب. طبعا طبعا صحيح. تالت حاجه فكره ان انا عايزه في هنا، فعايزه دكتور دايم معايا. طبعا تمام طبعا، عايزه دكتور دايم في الحته اللي انت او في محيط المنطقه اللي انت عايشه فيها. بالظبط. طيب انا بس علشان الناس يعني نقول ايه تتفهم. أيوة. الانجاز وانا اللي عملته رنا، لان رنا عملت انجاز ده مش طبعا يعني بمساعده الدكتور مينا، بس في الاول وفي الاخر النولج او المعرفه اللي عند الدكتور مينا مش هتكون مفيده ليكي الا اذا كان عندك الاصرار. مش كده يا دكتور؟ مظبوط. لان ماشي دكتور احسن دكتور تخسيس في العالم، بس ما كانش انت عندك الاصرار لا بامانه يعني النولج موجود يعني، بس ان انت يبقى عندك الاراده ان انت تخس. خلونا نشوف كده يا دكتور بعد اذنك، ممكن تورينا الصور بتاعه رنا قبل وبعد عشان بس طبعاً. انا مش عايز الناس تقلل من حجم الانجاز اللي رنا عملته. رنا كانت 111 كيلو، رنا وصلت في اقل وزن ليها كان حوالي 71 72 كيلو. ده كده فمده ما بين 4 لـ5 شهور. ايوه يعني بنتكلم في كام كيلو كده، اللي بيعرف يحسب من 72 ل 111 28 11 39 كيلو، اولموست 40 كيلو في 4 شهور، يعني بنتكلم في معدل 10 كيلو في الشهر. نشوف رنا بيفور بعد اذن رنا. طبعا دي رنا يا جماعه، دي خدود رنا مأساة. ودي الابتسامه الحلوه، هي نفس الابتسامه دي رنا بعد ما خست شويه مش كده رنا؟ ده كان سنه بحاول مع نفسي. ده رنا والمولوده والحاجه تمام. بس انتوا شايفين طبعا كم المعاناه اللي رنا كانت فيها. نجيب الصوره اللي بعدها دكتور بعد اذنك. يعني مفيش صوره تعبر اكتر من كده على الانجاز اللي عملته رنا. طبعا انتوا شايفين قدامكم الانجاز واضح، بس عايزين بقى يا دكتور نشوف الصور اللي بعد بقى. يعني رنا بقى هنشوفها وهي واقفه مش كده يا دكتور؟ رنا ما بعد، رنا ما بعد، رنا بيفور اند افتر. دي رنا طبعا. سيبكم من الوزن والفرق، شوفوا السعاده، الحاله النفسيه. الحاله النفسيه طبعا مهمه جدا. فرقت معاكي في شغلك رنا؟ كل حاجه يعني. انت فرقت معاكي في صحيانك، في نومك، في طريقه نومك، كل حاجه، كل حاجه ممكن تتخيلها يعني. انا يعني مش شايف صور معبره، حتى الضحكه اللي مع والدتك في الصوره الاولانيه غير الضحكه اللي في الصوره الثانيه. دكتور كانت رنا مريضه نوتي ولا مريضه كويسه؟ يعني كان يعني لو انت اديها مثلا درجه من 10 كام؟ تدي رنا كام؟ يعني في الالتزام في في في, في. لا اديها 9 من 10. يا نهار اسود، حلوه قوي. واديها واقول لها 1 من 10 مفقود في الاواخر. لا اخرها بقى هو ده 1 من 10، لكن الباقي اقول 9 من 10. بدل عليك رنا برضو 9 من 10، ده في اي حته ده جريد مرعب يعني. هو البركه فيه، هو بصراحه يعني البركه في الدكتور طبعا، وفي ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه، وفي الدكتور وفي ارشاداته، وبرضو اصرارك هو اللي لازم تاخدي عليه 10 من 10. هنطلع فاصل صغير وهنرجع لكم بمعلومات اكتر وافيد مع الدكتور مينا ورنا وزميلتي العزيزه نرمين. نشوفكم بعد الفاصل في برنامج استباحه.